السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم جعل الفردوس مستوي مستواكم اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن في يوم السبت يوم 15 من ربيع الأول لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليوم 30 من الشهر التاسع سنة 23 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، ومع المجلس 32 من قراءة صحيح الإمام البخاري الذي سماه الصحيح الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200 رحمه الله تبارك وتعالى. وعندي أننا وصلنا إلى الحديث 40 و400 و2000 صحيح؟ نعم، في كتاب المظالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر، ويقال مسرعين لا يرتد إليه مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القنطرة هي بعد الصراط، قولوا بعد أن نجوا من النار أي من دخولها، وذلك بمرورهم فوقها على الصراط والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز ابن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. إجابة الداعي ذهب جماهير أهل العلم مقصود به الدعوة للزواج، الدعوة للزواج، وأكثر أهل العلم على وجوب الإجابة، وأما إلى غير الزواج فإنها مستحبة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل. طبعا هذه آيات متفرقة، لكن المؤلف جاء بيسرد دون أن يذكر وقال تعالى، هذه طريقته رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة عن عائشة رضي الله عنها
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. نعم، يعني أنها تحلله، تقول له مثلا لا تطلقني وأبقني على ذمتك ولا أشترط عليك أو لا أطالب بالعدل، ممكن تأتيني في النهار، ممكن تأتيني يوما في الأسبوع، ممكن تأتيني يوما في الشهر، لكن هذا برضاها، تنازل، هذا تنازل من المرأة، تنازل عن بعض حقها، هذا من تنازل المرأة عن بعض حقها مقابل أن يبقيها على ذمته. نعم، كله طبعا بوب عليه إن حلله من ظلمه، لأنه من الظلم أن يجعل لها ليلة ويجعل للأخرى مثلا 6 ليالي، أو يجعل لها ليلة في الشهر، أو لا يجعل لها ليلة أصلا، هذا من الظلم، لكن إذا كانت هي التي حللته فهذا ليس من الظلم، هي تنازلت عن حقها هنا. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. تله في يده يعني أعطاه إياه، وليس تله من يده، تله في يده، نفرق، تله في يده يعني سلمه إياه، لأنه لم يأذن أن يأخذ أحد قبله، لأن الدور له. نعم. قال رحمه الله: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخرسان، في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة. نعم، يعني هذا الكلام من البخاري، قوله هذا الحديث ليس بخرسان، في كتاب ابن المبارك. ابن المبارك أكثر أيامه قضاه في خرسان، وحدث في من كتبه في خرسان، اللي هو عبد الله بن المبارك الإمام العالم مجاهد، فيقول هذا ليس من الأحاديث التي حدث بها بخرسان، فكان البخاري يقول: ومع هذا فقد صح هذا الحديث، ومع هذا فقد صح، لأن ليس كل أحاديث ابن المبارك حدث بها بخرسان، وإن كان أغلبها، أغلب أحاديثه حدث بها في خرسان، لكن هذا حدث به خارج. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. نعم، بالنسبة للحديث السابق وهو ابن المبارك وقول البخاري هذا الحديث ليس بخرسان، يعني حقيقة فيه يعني دقة علماء الحديث، يعني ينبه البخاري: نعم، أحاديث عبد الله المبارك أكثر حدث بها في خرسان حيث عنده كتبه ويقصده طلبة العلم وكذا، ثم نبه هذا الحديث لم يروه في خرسان، هذا الحديث رواه بالبصرة، هذا يدلك على دقتهم رحمه الله تبارك وتعالى، لذلك الإنسان يطمئن إلى هذه الحديث أنها وصلتنا كما هي،
بهذه الدقة حتى يعرفون أين حدث بهذا الحديث، عدا أنهم حدث من يعرفون أين حدث بهذا الحديث وأكثر حديثه أين كان. وهذا من دقتهم رحمه الله تبارك وتعالى وحرصهم على حفظ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الحديث الذي بعده حديث جبلة يقول أصابتنا السنة يعني جوع، فكان ابن الزبير يعني يرسل إليهم، ابن الزبير عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير يعني استلم الخلافة من سنة 64 إلى سنة 73، فيقول كان يرسلنا بعض التمر، وكان ابن عمر يقول نهى عن القران، القران يأكل تمرتين مع بعض لأن هذا فيه يعني كتعدى على الآخرين لأنهم فقراء ومحتاجون وهذا التمر قليل، فخذ تمرة تمرة لا تأخذ تمرتين مع بعض، كأنه يظلم الذين معه على الطعام. وهكذا يكون إذا كان الطعام قليلا، فهذا في تلك الفترة لما كان الطعام قليلا قال لا تأكل تمرتين مع بعض إلا أن تستأذن الذين معك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. وهذا من الأدب أنك إذا دعيت إلى طعام وتبعك أحدهم لا تدخله معك حتى تستأذن من صاحب الطعام أنه معي ضيف آخر، هل تأذن لي أن يدخل معي أو لا تأذن؟ فإن أذن دخل معك وإلا فلا. طبعا إذا كان يعني طعام مخصوص لأناس معينين. نعم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. وهذا واقع حتى في أيامنا هذه، وهذه ما يقول يعني مهنة المحامين، قد يكون المحامي يعني أقدر على ذكر حججه وإقناع القاضي ما يقول فيؤثر على القاضي، فهذا لا يغير يعني حكم القاضي لا يغير حكم الله تبارك وتعالى. حكم القاضي هذا الدنيوي، لكن يبقى حكم الله هو العدل سبحانه وتعالى، لأنه يعلم الكاذب، يعلم المزور، يعلم الذي دلس بعض الأشياء، لكن هذا لا يعلمه القاضي، فلذلك القاضي يحكم بما يعلم والله يحكم بما يعلم سبحانه وتعالى، والله لا يغيب عن علمه شيء والقاضي يغيب عنه شيء كثير. نعم. قال رحمه الله باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين يقاصه، وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟
أن أطعم من الذي له عيالنا، فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. نعم، هذه مسألة، وهي إذا نزل ضيف عند أناس ورفضوا يعني أن يطعموهم أن يقروهم أن يضيفوهم، قال خذوا حق الضيف. ذكر الإمام أحمد أن هذا خاص بأهل البوادي خاصة مع الاضطرار، أما عند الحاضرة مع وجود أماكن كثيرة لاستقبال الضيوف كالمساجد والفنادق وغير ذلك دور الضيافة فقالوا هذا. أما في حال بوادي لا يوجد أماكن أخرى، فهنا له الحق أن يأخذ ما له ولو غصبا منهم، خاصة مع الاضطرار إذا كان مضطرا جائعا عطشان أو ما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره عن عمر رضي الله عنهم أنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. يعني أخذها من باب أنني جواز وضع السقائف، يعني أخذ من هذه القصة جواز وضع السقائف اللي احنا نسميها اليوم مجالس أو الديوانيات، هذه السقائف. نعم. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم، يريد يعني هذا الأمر يعني قصر فيه الناس أنهم يمنعون جيرانهم من وضع خشب في جدارهم أو شيء يستعينون به، فالأصل بين الجارين أن يتعاونا، وأي شيء في مصلحة الجار ولا يضره الأصل أنه لا يمنعه من ذلك أبدا. نعم. قال رحمه الله باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. نعم، لأن الخمر كانت مباحة في فترة، ثم بعد ذلك كرهت، ثم بعد ذلك منعت في الصلاة، ثم بعد ذلك حرمت مطلقا، فذكر الله إباحتها على الأصل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بعد ذلك ذكر أن العاقل يبتعد عنها، فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالعقل يترك. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فضيق عليهم. ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فحرمها. يقول هناك أناس ماتوا قبل التحريم وكانوا يشربونها على الأصل إنها حلال، وكانت حلال. مر بنا قبل أسبوع اللي هو حديث حمزة لما سكر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم إلا عبيد لآبائي من السكر، لكن كان مباحا ما كان محرما الخمر في ذلك الوقت. فهؤلاء سألوا
النبي صلى الله عليه وسلم إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريمها، هذا بعد تحريمها، لما حرمت الخمر سكبوا الخمر استجابة لأمر الله تبارك، حتى في طرق المدينة في الشوارع الخمر سكبوا، واستدل به بعض أهل العلم على أنها ليست نجسة العين، إن لو كانت نجسة العين كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى في طرق الناس يعني، فالشاهد أنهم سكبوها. فبعضهم تذكر إخوانه الذين ماتوا وهم يعني ما زالوا يشربون الخمر، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فبين أن هؤلاء معذورون، نعم لا شيء عليهم. نعم. قال رحمه الله: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. قالت عائشة رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. يتقصف يعني يأتيه، كان أبو بكر جعل أمام بيته مصلى، فيتقصفون أي يجتمعون ليستمعوا إلى قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا يبين لنا يعني شدة استنباط الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الأحاديث، يعني هذا الحديث يستدل به على الصدقة العامة، على الرفق بالحيوان وما شابه ذلك من الأمور، لكن استدل به البخاري أنه لا مانع من وجود بئر على الطريق إذا كان لا يتأذى الناس منه، بدلالة هذا الحديث مر ببئر في الطريق، فأخذ هذه الزبدة هذه الفائدة أنه يجوز أن يكون البئر في طريق الناس إذا كان يعني محوطا أو مبينا للناس أن هذا بئر حتى لا يسقط فيه أحد. نعم. باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما إن تتوبا إلى الله؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم،
فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني، فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام، فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم، حشوها ليف، فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك وهي أوضأ منك وأحب منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسي عليهم، وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة. حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. نعم، حديث هذا الحقيقة فيه فوائد كثيرة جدا، لكن التنبيه فقط على أولا قوة علاقة ابن عباس بعمر، وكيف أنه كان يسأله ويأخذ له الإداوة ويصب عليه الماء، بخلاف ما يذكره الرافضة من أن ابن عباس يجلس مع عمر يقول ظلمتم أهل البيت ويقول نعم وكذا، هكذا كذب. بل كان ابن عمر يحب ابن عباس كثيرا ويقدمه على كثير من هم في سنه، وكان ابن عباس يعظم عمر كثيرا، حتى إن ابن عباس ذكرت له مسألة فقال فيها رأيا يخالف رأي عمر بعد وفاة عمر، فقالوا لابن عباس قد كنت تقول غير هذا في زمن عمر، قال كنت أهابه، يعني يعظم رأي عمر رضي الله عنه. على كل حال ابن عباس يقول سألت عمر عن المرأتين اللتين يعني فأفشتا سر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تهديد من الله في سورة الطلاق، في سورة التحريم عفوا، فقال الله تبارك وتعالى أسر النبي إلى بعض النساء بعض أزواجه حديثا فلما نبأت بأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. النبي بشر صلى الله عليه وسلم كغيره من الرجال متزوج وعنده يعني 9 نسوة صلوات ربي وسلامه، فتحصل خصومات بين النساء، وكن نساء النبي حزبين، قلنا عائشة وحفصة، نعم عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة، هذا حزب. الحزب الثاني أم سلمة وزينب وصفية وميمونة وجويرية، حزبان. فكان تحصل بينهم خصومات، هذه تفزع لهذه وتفزع لهذه وكذا. فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يعني تعب من هذا يعني النزاع بينهن، فآلى منهن كلهن شهرا، يعني حلف ألا يأتيهن شهرا. فانتشر بين الناس أن النبي طلق نسائه، وهذا الإيلاء كما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون منكم من نساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الإيلاء يجوز للرجل أن يستخدمه عقوبة لزوجته، يكون الإيلاء أسبوعا يوما 5 أيام شهرا شهرين أقصى حد 4 أشهر، هذا حد الإيلاء وهي العقوبة التي يقدمها الرجل لزوجته. فابن عباس سأل عمر ابتداء من التي نزلت فيها هذه الآيات، فقال له عمر هي حفصة وعائشة، حفصة ابنته وعائشة، ثم ذكر له القصة التي وقعت ولماذا آل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يعني اتفقت حفصة وعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذهب يمر عصرا على زينب بنت جحش بنت عمته، وكانت تسقيه عسلا، وكان هذا يضايق الحزب الثاني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقت عائشة وحفصة أنه إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما هذه الرائحة، يعني الرائحة ما هي طيبة، هذه الرائحة ريحة عسل ما فيها شيء، فاتفقت على، فلما دخل على عائشة قالت له ما هذه الرائحة، أكلت مغافير أنت ما كل شيء يعني، قال لا شربت عسلا. ثم دخل على حفصة فقالت له ما هذه، لأن كان يمر على أزواجه عصرا صلى الله عليه وسلم، فلما مر على حفصة قالت له مثل كلام عائشة ما هذه الرائحة أكلت مغافير، فظن النبي أن العسل رائحته سيئة فحب أحب أن يرضي نساءه صلى الله عليه وسلم، فقال لا أكله أبدا، حرمه على نفسه العسل حتى لا يؤذي غيره بالرائحة، وهي لم تكن الرائحة لكن هكذا تصرفنا، فقال والله لا أكله. فأنزل الله الآيات وأنه وقال لحفصة قال لا تخبري أحدا، خلاص أنا لا أكله بس سكر الموضوع. حفصة من فرحها أنها خلاص نجحتها في هذا راحت أخبرت عائشة قالت نجحنا لن يأكل عسلا مرة ثانية عند زينب. فأنزل الله الآيات سبحانه وتعالى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاتبه الله تبارك وتعالى بسبتهن، فحلف أن لا يأتيهن كلهن شهرا صلى الله عليه وسلم. ف
فهذه قصة هذه الآيات. نعم، طبعا الحديث هذا كله جاء به هنا، هذا يأتي وين؟ في النكاح، في معاملة الأزواج، في كذا، لكن جاء به كله هنا الإمام البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده شرفة في علية، يعني غرفة فوق السطح، لأن النبي صعد إليها. فالحديث هذا كله جاء به البخاري هنا ليقول أنه لا مانع أن تكون غرفة فوق السطح يجلس فيها الرجل. نعم. قال رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الثمن والجمل لك. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. السباطة اللي هي مكان إلقاء القمامة، السباطة هو المكان المحدد يلقي فيه الناس يعني القمامة فيه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء أو الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة فترك منها الطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجر في الطريق بسبعة أذرع. يعني تشاجر الارتداد، الحين احنا نسميه الارتداد، قال أنت خذ من هنا وأنت خذ من هنا وبينكما سبعة أذرع. نعم. باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. الانتهاب هو السرقة، انتهاب نوع من السرقة، والنهبة هي أخذ المال، قالوا بالقهر جهارا، يعني نفس الغصب تقريبا، النهبة قريبة من الغصب، لكن النهبة يأخذه ويذهب، يذهب به بس أمام عينيه، يأخذه معه ويذهب به. الغصب يأخذه يجلس عنده، الاختلاس يأخذه دون أن يراه، السرقة أن يأخذه من حرز. يعني هذه فروقات بين هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري. قال: باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم، هذه من علامات الساعة عندما ينزل عيسى عليه السلام
فإنه يكسر الصليب الذي يتعبد به النصارى ويقول أنه صلب عليه، والله تبارك وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه، فيكسره يعني إيذانا منه بأن عبادتكم وضلالكم هذا كله يزول بعد اليوم. قال ويقتل الخنزير أي يقضي على الخنازير كلها، أي جنس الخنزير، يقضي على جنس الخنزير، ويضع الجزية يعني لا تقبل الجزية من الكفار في ذلك اليوم. الآن المسلمون يقبلون الجزية إذا صار قتال بين المسلمين والكفار ثم صار صلح، فيقبلون منهم الجزية على أن يبقوا على دينهم. إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام لا يقبل الجزية، إما مسلم وإما تقاتل على الكفر. نعم. ويفيض المال أي يكثر. نعم. باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. قال حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. نعم. هذه الأشياء التي يسمونها مال غير متقوم، مال غير متقوم لا قيمة له في الشرع، كقيمة الأصنام وقيمة الصور وقيمة دنان الخمر وقيمة آلات الموسيقى وغير ذلك، هذه كلها لا قيمة لها في الشرع، ولذلك إذا أفسدها إنسان لا يدفع ثمنها لأنها ليس لها ثمن في الشرع. وذكر السيوطي وغيره قصة حدثت أنه كان في أحد البلاد عابد، رجل عابد عالم يحبه الناس كلهم، وكان الخمر قد انتشر في هذه البلاد. فيذكر أن هذا الرجل كان إذا خرج إلى السوق يرى الناس يبيعون الخمر، يأتي يكسر دنان الخمر وأوعيتها، يكسرها، والناس يحبونه فلا ينكرون، يسكتون، لا يعجبهم هذا لأنهم يبيعون الخمر أصلا، يخفون الخمر عنه إذا خرج حتى لا يكسره، وإذا كسره سكتوا احتراما له وتقديرا له. فبعض الناس يعني لم يعجبه مثل هذا من المقربين إلى الحاكم في تلك البلاد، وكان الحاكم أيضا يشرب الخمر، يعني كان الخمر منتشرا في تلك البلاد. جاء إلى الحاكم الأمير فقال له الناس يتكلمون يقول لا ندري من الأمير في هذه البلاد، أنت أم فلان؟ قال كيف؟ قال يمر يكسر دنان الخمر وهذا دون إذن دون كذا، وأنت تشرب الخمر كأنه يعاندك، يعني يثيرونه عليه، يغيرون صدره على هذا الرجل الصالح. فقال أحضره وجعل الخمر عنده. فلما دخل هذا الرجل قال له الأمير، قال يا فلان، قال بلغني أنك تمر على الطرق وتكسر دنان الخمر وأوعيتها. قال نعم. قال لماذا لم تكسرها الآن عندي؟ أنت دخلت عندي وهذه دنان الخمر أمامك، لماذا لم تكسرها؟ فقال أيها الأمير أنا ضعيف وإنما أستطيع على الضعفاء مثلي، أنا إذا فعلت أنكرت هذا المنكر على أمثالي، أنت أمير وهذا ما أقدر أتدخل في شأنك. قال وإنما أنكر على الضعفاء مثلي، وأما أنت أيها الأمير فلا أستطيعك، ولكن أذكرك بقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كان يقول أنت جبل بالنسبة لي أنا لا أستطيع، لكن يستطيع عليك الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فانكسر هذا الأمير المسلم في النهاية، كسر لما سمع هذا، قال اكسرها بأمري، فقام إليها وكسرها. يذكر السيوط أنه بعد ذلك منع الخمر في البلد وكذا، لكن الشاهد من هذا أن هذه الأشياء لا قيمة لها في الشرع. فلذلك يقول عرض على شريح قاضي إنسان كسر طنبورا قال فلم يقضي عليه بشيء لأنها محرمة أصلا. نعم.
قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصوة، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الآية. 360 نصبا يعني صنما كانت توضع حول الكعبة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. نعم، إذا كان يجلس عليهما فصارت مهانة. وإذا قال أهل الفرق بين الصور المعظمة والصور المهانة التي تعلق على الجدر، هذا معظمة، أما التي تكون في الأرض تداس فهذه مهانة. ولذلك أذن بعض أهل العلم إذا كان السجاد مثلا فيه صورة أو شيء أنه يداس عليه، وكذا إذا كانت صورة مهانة أهون من أن تكون صورة معلقة على الجدار أو مرتفعة. نعم. باب من قاتل دون ماله. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أيضا من غيرة النساء وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أن زينب أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في صحن في قصعة، فسمعت عائشة رضي الله عنها قال النبي: من أين هذا الطعام؟ قال: من زينب، وهذا قبل الحجاب، فخرجت عائشة وضربت الصحن فسقط وانكسر الصحن فيه الطعام، فسكت النبي، في رواية تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من عند غارة أمكم. يقول تبسم فقط، قال: غارة أمكم، ثم قام وجمع الطعام وقال: كلوا، ثم قال لعائشة: طعام بطعام وقصعة بقصعة، أو إناء بإناء، يعني ترجعين لها إناء بدل اللي كسرتيه وترسلين طعام بدل اللي أتلفتيه، بس انتهى الأمر. الآن نسمع يقع طلاق وهوشة ومشكلة وكذا، فكان النبي يراعي هذه الغيرة عنده النساء. نعم. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال: أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت: هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين.